بدء تصويت المصريين بالخارج نيوزيلندا أولى محطات انطلاق الماراثون الانتخابي. السيسي يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت من أجل مستقبل مصر، وصباحي يعدهم بإصلاحات شاملة. حبارة أمام جنايات القاهرة اليوم لاستئناف قضية مذبحة رفح الثانية. موجز لآخر وأهم الأخبار من النهار اليوم، أهلا بكم. بدأت صباح اليوم عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بدولة نيوزيلندا أولى محطات الماراثون الانتخابية، وكانت وزارة الخارجية قد أرسلت 180 جهازا قارئا إلكترونيا لاستخدامها في عملية التصويت، كما أوضحت أن بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وعددها 141 بعثة أصبحت مستعدة لاستقبال الناخبين، كما سيتم توفير الدعم الفني في البعثات ذات الكثافة التصويتية العالية مثل دول الخليج العربية وبعض دول أوروبا، ومن المقرر أن يستمر تصويت مصري الخارج حتى 18 من شهر مايو. وفي سياق متصل، أنشأت وزارة الخارجية غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، وتعمل غرفة العمليات على مدار الساعة من أجل تلقي التقارير من البعثات في الخارج للتأكد من إتمام كافة الإجراءات الأمنية والفنية والإدارية واللوجستية الخاصة باستعدادات السفارات لاستقبال المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم. من جانبه، دعا المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المقيمين في الخارج للتصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وقال السيسي في رسالة نشرت على الصفحة الرسمية لحملته إن الوطن يستنجد بهم، خاصة في ظل الظروف غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، ودعاهم إلى الإدلاء بأصواتهم بقوة للمرشح الذي يختارونه من أجل مستقبل مصر. أما المرشح الرئاسي حمدين صباحي داعب هو الآخر المصريين بالخارج، وقال في بيان نشرته حملته الرسمية إن أبناء هذا الوطن المغتربين حاضرون بقوة في البرنامج الانتخابي لصباحي، وهو يعدهم بإصلاح شامل في أحوال القنصليات والسفارات المصرية حتى تقدم لهم ما يحتاجونه وتدافع عن حقوقهم وتصون كرامتهم الغالية. ودعا البيان جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات. من جانبه، أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الفني واللوجستي والإداري في الانتخابات الرئاسية القادمة، ومن المقرر أن تعقد الحكومة اليوم برئاسة محلب اجتماعها الأسبوعي لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإعادة هيكلة الدعم وأزمة الكهرباء وأسعارها. تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة عادل حبارة و34 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة رفح الثانية، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظة شمال سيناء والقاهرة، وكذلك ارتكاب مذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها 25 شهيدا من مجندي الأمن المركزية، هذا بجانب قتل مجندين ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة. تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرى محاكمة 20 متهما من بينهم 4 أجانب في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت، ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة غير قانونية لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستهداف المنشآت العامة. ختاما تذكير بأبرز العناوين. مع بدء تصويت المصريين بالخارج نيوزيلندا أولى محطات انطلاق الماراثون الانتخابية. السيسي يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت من أجل مستقبل مصر، وصباحي يعدهم بإصلاحات شاملة. حبر أمام جنايات القاهرة اليوم لاستئناف قضية مذبحة رفح الثانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.